الساعة 4:30 يا حبيبي، الساعة 4:30 السحب. اللي ما شارك في السناب تراها فرصتك، باقي ربع ساعة على السحب. صور الشاشة 5 مرات، صور علق 5 مرات وضيفني في السناب، والله يوفقك يا حبيبي. السحب اليوم على سبيكة ذهب وعلى ساعة أبل وعلى 10 بطايق نون. شارك والله يوفقكم يا حبيبي. بالله اصبر اخوان، تسحر والله اني جيع. الله من ذاك المشي مشينا فيه، مشيت 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 علي عنك يا قوطة. ايش الكزلز متى الكزلز متى؟ تبغى الكزلز ها؟ تبغاني اسحب لك على الكزلز؟ والله انجلترا والله لا حمي ذا اللقمة ها، لا حميها لا حم واصمقها وسط حلقك، لا خليك تاكلها غصب. اقصد الدباب باقي ما غلقتها لذا الحين، تبغاني باقي اسحبك على سحابوك على وجهك. شارع الافندي يبغى لكزس. بعدين بكرة إن شاء الله الساعة 10:30 في الليل رحلتي إن شاء الله إلى الرياض، طالع الرياض إن شاء الله بكرة، وعادة معنا شغلات هناك كذا شغلة في الرياض نروح نخلص. الله لا يوفق يا شيخ، الله لا يوفق يا شيخ، الله لا يوفق. أسأل الله العظيم إنه يلعنك لعينة اليهود والكلاب السود. أسألكم بالله يا أخوان، أنا طالب نفر لحم حاشي، شوفوا وجاني ها، شحمة 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 شحمة، فين اللحمة في الموضوع يا أخي؟ خاف الله في نفسك يا أخي. استغفر الله العظيم، استغفر الله، الله بين يديه. حرام يا أخي حرام، مو عشان يطالب متأخر تروح تعطيني الموجود عندك في القدرة. أقسم بالله كلام فاضي. والله شحم والله شحم، مش ناكل منه. الله يسد نفسك يا شيخ. ما في والله، نخلت الرز يا عيال، نخلت الرز نخل، قلت يمكن في لحمة هنية مدسوسة يمكن شيء. هاي قمت مشمش العظام كني بسه. ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. الله يديم النعمة ويحفظها من الزواج. ثواني بالله يا أخوان، خلوني أغسل إيدي، لأن تعرفون يعني لحمة الحاشي كلها زفرت. وشي هنا صابون لوكس. السماعة طاحت الموية، السماعة طاحت الموية. يلا هلعنه أضعته هني. كنت احسب الدنيا.
احسب الدنيا ميت وزانت ادري ما كثرت شقاي بيدي وشرب صبري وعزت ماتها نفسي برغم الجرح ما هدني كذبت فيك احساسي وناس قالت اما تجي منك يا قوي. مرحبا ارحبوا يا ربي يحيهم. كم باقي على السحب؟ باقي 10 دقائق صح؟ باقي 10 دقائق على السحب. طيب يا اخوان للتذكير، للتذكير يا اخوان للتذكير، بس نذكركم المسابقة ان شاء الله على طقم ذهب وعلى 4 عطور، 4 باكيجات عطور فاخرة، 5 ساعات ابل، ايفون 14، ايفون 15 برو ماكس، 80 بطاقة نون ابو 100، و 4 سبايك ذهب، كل سبيكة عيار 5 جرام، وزنها 5 جرام عيار 24. اسأل الله العظيم انه يعني الجوائز هذه تروح لناس يستحقونها ويستاهلونها. اسأل الله. اللي ما شارك، الشروط قمة في السهالة، قمة في البساطة، سنابي في البايو، تضيفني في السناب، تصور 5 سنابات مختلفة، تعلق 5 تعليقات بس تدخل معنا في السحب. جوائز أكثر من كذا وسهولة أبسط من كذا ما فيه. باقي 10 دقائق إن شاء الله على السحب، ومنها برضو تشوفون الهدية اللي اشتريتها لأمي، تعطوني رأيكم فيها. طيب خلونا نشتري البطايق بسرعة، خلونا نشتري البطايق بسرعة. احنا قلنا اليوم 10 بطايق صح؟ لان امس ما سحبنا، امس انا كنت تعبان، كنت مريض واعتذرت منكم، قلت لكم عندي خراج. تجنن هدية امك بالله، شفتها الحمد لله. يعني كويس ان ذوقي ما خذلني صح؟ ذوقي كويس، لانه والله في تعليقات قالت لا يعني الطقم اللي انت اخذته ما هو كويس، يعني ما هو حق وحدها. افا والله هالورطة صدق. ما في الموقع اللي يبيع بطايق نون مقفل، لكن الله يعين نحولها حوالات، نحولها حوالات. يجنن الطقم، الله يسعدك يا حبيبي، الله يسعدك، شيء يشرف وشيء يعني يحمسني اني اواصل واستمر باذن الله. باقي كم؟ باقي 10 دقائق على السحب، 10 دقائق على السحب. الشروط والله يا اخوان ما في اسهل منها. تصور الشاشة 5 مرات سنابات مختلفة، يعني سناب تصورها، السناب اللي بعدها تصورها، السناب اللي بعدها تصورها. تعلق 5 تعليقات، تعليق على كل سناب 5 مرات، تضيفني في السناب. والبارح البرنامج من غيرك، الله يسعد روحك يا حبيبي. انت علمتكم والله يا شيخ الراجة، هني اقسم لك بالله يا شيخ الراجة في نابي، لا تعبتني، ما ذقت النوم، والله ما ذقت النوم. ها سمعتوا ولا لا؟ وين هو سنابك؟ فالبايو يا حبيبي، فالبايو نفدى روحك. ولكن عاد لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يلا باقي 9 دقائق، 9 دقائق على السحب يا أخوان، 9 دقائق السحب اليوم على سبيكة ذهب، على ساعة أبل، على 10 بطايق نون. نون ما لقينا بطايق نون اليوم للأسف، الموقع مقفل، ولكن بنحول بدالها. أعطيك 100 ريال أحولها على حسابك على طول، فشدوا حيلكم الله يوفقكم، شدوا حيلكم الله يوفقكم.
أفا ليش؟ يا السماعة عيني. هلا لا دخيلك اشتغلي، فكينا من اللخلخة، ما هو وقتك، دخيل أمك. استغفر الله العظيم. بشرني كيف الوالدة؟ والله الله الله يشفيها، الله يشفيها ويرفع عنها. جبروا رجلها إلى نص الساق، الجبيرة واصلة إلى نص الساق. في صعوبة في إنها تصلي، في صعوبة إنها تروح دورة مياه أكرمكم الله والسامعين والملائكة، في صعوبة إنها يعني تروح من مكان إلى مكان، الوضع صعب عليها بعد الجبيرة هذه، الله يشفيها ويعافيها. الله يشفيها ويعافيها. والله والله يا عيال ورب البيت، قسما بالله العظيم، يوم أعطيتها الهدايا، يوم أعطيتها والله يا عيال إنها بكت، أمي بكت. تخيلكم، تخيلكم وجه الله عليكم، اللي عنده قدرة، اللي عنده قدرة يسعد أمه لا تقصر يا رجال. لو بمية ريال عطر تغلف بعشرة ريال تروح تعطي، والله يا العطر هذا اللي بمية ريال يا أمك تشوفه عطر بمية ألف. تخيلكم في أمهاتكم، تخيلكم، تخيلكم ووجه الله عليك أمك يا مسل. ما يحتاج، أنتوا حريصين وما يحتاج أوصي عليكم، لا توصل حريص، ولكن من باب التذكير بس، والله من باب التذكير. طيب الجوائز، احنا قلنا قيمة الجوائز تقريبا حدود 35,000 ريال إلى 40,000 ريال. الجوائز وش هي؟ 5 ساعات أبل، 4 طقوم عطور فاخرة، وطقم ذهب، وآيفون 15 برو ماكس، 80 بطاقة نون، كل بطاقة ب100 ريال. والجائزة الأخيرة 4 سبايك ذهب، كل سبيكة وزنها 5 جرام، عيار 24 ذهب صافي. السحب باقي عليه 8 دقائق. كل اللي عليك تسويه تعلق 5 تعليقات، تصور الشاشة 5 تصويرات في السناب طبعا، تضيفني في السناب بس. كل ما زاد تعليقك كل ما زادت فرصة ربحك، كل ما زاد تصويرك كل ما زادت فرصة ربحك في السحب. فأسأل الله العظيم أنه يوفقكم. باقي 5 دقائق، باقي 5 دقائق، شدوا حيلكم، باقي 5 دقائق يا أخوان. أصبروا باجيكم يا روحي، باجيكم يا روح روحي أنتو. باقي 4 دقائق على السحب، 4 دقائق على السحب يا اخوان. السحب على ان شاء الله يعني قيمة اجمالي الجوائز قيمتها 40,000 ريال، 5 ساعات قبل، 5 ساعات قبل طقم ذهب، و 4 اطقم عطور فاخرة، 80 بطاقة نون ابو 100 ريال، ايفون 14 برو ماكس، واربع سبايك ذهب. كل اللي عليك تضيفني في السناب، تصور الشاشة 5 تصويرات،
تعلق 5 تعليقات، كل ما زاد تعليقك وتصويرك للشاشة في السناب حقي تزيد فرصة ربحك في السحب. باقي 4 دقائق على السحب، شدوا حيلكم. اليوم السحب إن شاء الله على سبيكة ذهب، ساعة آيفون و10 بطايق نون. شدوا حيلكم يا أخوان، باقي 3 دقائق. صور الشاشة 5 تصويرات في السناب، الشروط ما في أسهل منها. صور الشاشة 5 مرات في السناب، علق 5 تعليقات، ضيف السناب حقي، الله يبارك لك، دخلت في السحب. أنت كده دخلت في السحب، حلو؟ كل ما زاد تعليقك، كل ما زاد تصويرك، تزيد فرصتك في الربح. انتهى الوقت، بدينا السحب. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله وعلى بركة الله. ارحب يا ابو خالد، ارحب يا روح روحي، ارحب يا الوافي، ارحب يا راس الحية. بسم الله نبدأ السحب. طبعا السحب الاول بطاقة. بسم الله، هذه السنابات حقت اليوم. بسم الله، هنا على السنابة هذه، ممتاز. 560 تعليق ما شاء الله تبارك الله. بسم الله، هنا لا ايش بي نزلت انا، ايش بهالتعليقات، فين راحت؟ اوه يبغى لها تحديث. لحظه خلونا نطلعها كلها، لحظه خلونا نطلع التعليقات، يبغى لها تحديث، تنزل لنا عدد معين بعدين لازم يسوي تحديث. ايوه كذا خلاص، كويس كذا كويس. هذه التعليقات، بسم الله ندخل هنا. عالية عالية، مبروك مبروك. خلنا نشوف هي صورت. ألف مبروك، صورتي الشاشة ولا لا؟ لحظة خلنا نبدي نتلمع عنها. ألو، صورتي الشاشة ولا لا؟ أرسليها، أرسلي الشاشة يعني. أصبروا أصبروا،
رقدت بقعة. تقول طيب دقيقة، ها معناتها ما صورت، ها معناتها ما صورت، لا ما صورت معناته، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بتروح تصور، ها صح ولا لا؟ طيب خلاص خلاص يلا هاي بنعطيها بنعطيها الجائزة. أرسلي رقم حسابك البنكي على هذا الرقم ومبروك. لا يا عليا لا 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 يا عليا لا عليا الله يرحم والدك يا عليا يا عليا الله يسعدك. احنا قلنا خمسة صور على خمسة سنابات مختلفة، ما هو خمسة صور تكررينها لنفس السنابة؟ يلا ما عليك تفوزين معنا المرات الجاية ان شاء الله. نعيد السحب نعيد السحب. ضعيفة يا سعيد، كلنا ضعيفين والله كلنا ضعيفين يا أخي، لكن يا أخي إذا ما نفذت الشروط زي الناس لا تتوقع أنك بتفوز بجائزة. بفوز كذا عشانك ضعيف؟ كلنا ضعيفين. هذا السحب بسم الله. ها على السنابة هذه أنا وش أجيب لها هدية؟ ها حقت الاستسارة هذه التعليقات هنا. سو 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 مبروك فزتي ببطاقة صورتي الشاشة ولا لا؟ يا سو يا سو سو اصبروا بالله يا اخوان. صورتي ولا لا؟ ايوه صورت. ها ارسلي رقم حسابك البنكي على هذا ايوه. يلا السحب الثاني السحب الثاني يا اخوان. وش اجيب لها؟ اقول الله يلعنك يا ذس يا ولد ايش ذس علق بقعه. يلا كويس اني ارسلت لها ايش اسمها رقم المنسقه تتواصل معها وترسل لها رقم حسابها. يلا هذا السحب الثاني على بطاقه السحب الثاني على بطاقه هنا. ها حقت هذه صوره صوره حقتي انا وقوطه. يلا هذه التعليقات حقتها. وي لا لا لا, لا عود عود هانية. يا عيال قولوا لا إله إلا الله. الدكتور محمد اسمه اسمه الدكتور محمد. تتوقعوا لنا في حاجة 100 ريال وهو دكتور؟ والله لا دق عليه والله لا دق. نتلمع عنه. فين افلح بقعة؟ ما يرد الدكتور راقد عنده عملية الساعة 9 الصبح أكيد راقد عند الحزي يعني عنده عملية شوي يعني ما هو فاضي لأبو حنش للسحب حقه أكيد عنده عملية. ها يا دكتور إلى منك صحيت كلمني كلمني ها كلمني. مبروك فزت ببطاقة 100
أرسل رقم حسابك البنكي إلى هذا ايوه خلاص الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له. كم وصلنا دحين؟ بطاقتين. يلا باقي نسحب على الثالثة دحين. توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله. ترى انا قاعد امغطها شوية عشان اللي ما لحق يشارك يشارك. ترى اني من اول قاعد امغطها، ابغى اللي ما شارك يلحق يشارك. الحب يا محمد الصالح. يلا هذا السحب الثالث، هذا السحب الثالث. يا اخي الله يخذلك. يلا هذا السحب الثالث. بسم الله. هنا حقتي وانا لابس فنيله. وانا لابس فنيله. يلا بسم الله. هذه التعليقات هنا. يا رب افوز. الف مبروك الله يبارك لك. ارسل لي رقم حسابك على هذا الرقم، رقم حسابك البنكي. تستاهلين ربي استجاب دعوتك. شو اللخلخة كلها؟ هذه الثالثة، البطاقة الثالثة. وأرجو. يلا دحين الطاقة الرابعة، البطاقة الرابعة دحين. يلا. لا 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 لا، عود عود عود. نزل بنص الأضواء. هنا هدية حق صوت الهدية حقت أمي. يلا هذه التعليقات حقتها. 200 تعليق بسم الله. هنا ها أزهر أزهر الله يبارك لك يا حبيبي. ألف مبروك، فزت معنا ببطاقة. أرسل لي رقم حسابك البنكي إلى هذا الرقم ومبروك. ألقم ألقم البطاقة الخام. نحن كم وصلنا في البطاقة عيال؟ كم وصلنا في البطايق؟ أربعة وصلنا. أربعة أيوة. هذا الحين أيوة يشي واحد وسخ يقول هذه دوبها هو بطاقة يبغى يخسرني بقعة. غرب هذه السنابات. يلا توكلنا على الله. هنا هذه حقتي وأنا لابسنا القبعة. يلا بسم الله. هذه التعليقة. لا عود عود عود. ايوه هني هن. ها ها هذا مبروك. شو اسمه ذي انجليشي. ارحب ارحب، انت فزت معنا ببطاقة. ارسل لي رقم حسابك البنكي على هذا الرقم والله يبارك لك يا حبيبي. حط له الرقم. هيا القب. هيا خذها وانا ابو حرش. يلا خذ. طيب دالحين السحب على ايش؟ السحب على ايش دالحين؟ علمني السحب على ايش؟ على الساعة. السحب اليوم على الساعة. الله يبارك له. السحب على الساعة دالحين. السحب على الساعة يا أهل الساعة. جاهزين؟
جاهزين لسحب الساعة ولا لا؟ يلا بسم الله. هذه السنابات. هنا مبروك على هذه السنابة حقت الكيك. السنابة حقت الكيك هذه تعليقاتها. مش بعملق. هذه تعليقاتها هنا يا أخي. هذه المشاهدات عود يا مسلم. الله يلعن. يلا بسم الله. هنا محمد اصبر بس. الو يا مرحبا. البقى يا راعي. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صبحك الله بالخير. كيف الحال؟ والله بخير نحمد الله. مبروك في استمعنا بساعه ايفون. الله يبارك فيك يا سيد حبيب. الله يسعدك يا حبيبي. تستاهل. تبغى الساعه ولا تبغى بدالها قروش؟ ابغى. كم قيمتها هي؟ بريال. ابغى الساعه. ما ادري كم قيمتها. خذ الريال. لا ابغى الساعه بقروش. تخيل اتابعك في تيك توك فجاكم للحين. يا ربي حي. الله يسعدك يا حبيبي. طيب انت فين ساكن انت؟ انا ساكن في عبر الباطن. ما شاء الله. هيا قول لا اله الا الله. حق من ذكره. ابرسل لك رقم حلو. ايوه ارسل لي عليه معلوماتك. اقرب فرع البريد الطازج، البريد الزاجل، هذا البريد، هذا حق البريد. ايوه ارسل لي اقرب واحد لك واسمك الرباعي ورقم هويتك وملف اخضر علق واربع صور شمسيه. انا في وجه الله. ارسل لي بس انت فين ساكن واقرب فرع بريد لك. ما عندك مشكله. انا ارسلها على جسمها زاجل ولا على اي مكان. خلاص تم. جاتك يا حبيبي. الله يبارك لك يا روحي. برسل لك على الواتس على السناب البيانات. خلاص تم. انا قبلت اضافتك ذا الحين وابد الى مني يعني لا سمح الله انشغلت ولا ما رديت دق علي. اجعزني هذا حقك. الله يرضى لي عليكم. الله يسعدك. ما في مشكله حتى لو تحول لي حقها فلوس. بهواك. تبغى الساعه ارسلتها لك. تبغى قروش هبيتك بدلها قروش. المشكله ما ادري كم سعرها. بعلمك انا بعدين. خلاص ما علينا نعلم الحين. هني فلبث كذا يحسدونك بكره النهار. ايوه 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 والله يحسدونك. يحسدون الواحد على ضحكته يا رجل ما هو على قروشه. صدقت. لا اله الا الله. اسال الله ان يوفقك. الله يسمع روحك. خلاص هيا علمني بعدين. وش تبغى؟ تبغى الساعه ولا تبغى قروش؟ طيب بقول لك. ها قول. بقول لك السلام. ها خلاص تم. هاي الله يلقيك خير. لحظة خلونا عشان ما ننسى الاسم. اصبروا خلونا نغيره. ايوه تعديل الاسم. محمد فاز بساعة وما يدري ياخذ قروش ولا ساعة وهو من حفر الباطن. ايوه خلاص. يلا دالحين نسحب على خمسة بطايق ثانية بعدين السبيكة. ها خمسة بطايق ثانية بعدين السبيكة. الله يبارك لكم. يلا توكلنا على الله. نبدأ نسحب على بطايق دالحين. يلا الله يبارك له. الله يبارك له. يستاهل والله العظيم انه يستاهل. يعني هذا تعبه وشقه. والله ما هل دخلت عندها المحادثة لقيتها مرسل لي يا رجالة كل يوم وهي يرسل لي 15 صور. هذا مجتهد ولكل مجتهد النصيب. سمعت ولا لا؟ هذه السنابات. بسم الله. هنا هذه حقتها حق وانا اصب الشوكولاتة فوق الكيك. كم تعليق هذه؟ كم تعليق؟ ما شاء الله
طبعا هذا التعليق اللي زي كذا، التعليق اللي زي كذا اللي ياخذ علي مساحه، هذا يلقم حظر على طول. هذا يلقم حظر على طول، ليش؟ لانه يخرب على الناس، يخرب على الناس هذا. فالقم يا حبيبي، لا تعبني ولا تعبك. احنا قلنا تعليق، ما هو ترسل لي سكه عسى ما خلاف. لا تخرب على الناس يا اخي. يلا نبدا السحب على التعليقات. يلا بسم الله. هنا عبد الله الباكستاني، عبد الله الباكستاني، اصبروا. ونعم، ندق عليه ندق عليه. الو، مرحبا، كيف الحال؟ الله يطول عمرك يا مرحبا. البقى يا راعي. مرحبا عبد الله باكستاني، صح ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ عبد الله الساكتي، ساكتي طال عمرك. والله ونعم، يا ربي حيه. معك زود الله. يا نافذ الصوت وراعيه، اقول لك انت فزت معنا ببطاقه ب100 ريال. سلمت. الله يبارك لك يا حبيبي، ابرسل لك رقم ذا الحين، وارسل لي رقم حسابك حق البنك عشان احول لك قروش عليه. الله يجزاك خير. الله يبارك لك يا حبيبي، تستاهل تعبك وشقك. من العدم يخلي لك والدتك وشفيها ان شاء الله. الله يسمع منك، لا تدعي لي انا، ادعي لامي حليلها رجولها منكسره. الله يشفيها. الله يسمع منك. الله يسمع. هاي الله يلقيك خير، ودعناك الله. ما تشوف شر الله. هلا هلا يا حبيبي. الساكتي ما شاء الله، ونعم ونعم. الله يبارك له. ايوه ايوه. الله خلاص ما لسه. معلش، تعرفون الثقافة، يعني الثقافة روسي، ثقافتي أنا ما عمرها صارت إنجليشي يعني. يلا هذا الحين السحب على البطاقة رقم 7. البطاقة رقم 7 هنا. أوه، على أول سنابة حقت فتحت بث. يلا هذه التعليقات. وي هنا. أمير الصمت، الله يبارك لك، فزت معنا ببطاقة ب100 ريال. أرسل لي رقم حسابك على هذا الرقم، حسابك حق البنك، والله يبارك لك. أيوة، الله يبارك لك، فزت معنا. أكو الصوت. يلا دحين البطاقة رقم 8. البطاقة رقم 8 هنا. ها، على حقتي وانا لابس الدسوس. يلا هاي التعليقات حقتها هنا. طيب هذا فاز معنا، بس والله ما ادري وش ذي، ولدن ذي بنتن، اسم انجليشي يعني، ما عرفت له، ولكن ندق عليه ونتعلم، نتعلم منه. ليش تصك في وجهي؟ ليش تصك في وجهي؟ صك في وجهي. اهلا، ما اقدر ادر ارد. ما ماشي زحمة، لا عادي، من طلعت صبية يعني، طلعت صبية. هاي اسمعي، الله يبارك لك، انت فزتي معنا ببطاقة، لكن انا مستغرب يعني، ما صورتي الشاشة انت، صح؟ ما صورتيها، صح ولا لا؟ صورتي خمسة صور لسنابات مختلفة يعني ولا لا؟ ما يعني ما صورت لي، بس تعليقات، كتبت لي تعليقات كثيرة، بس انها ما صورت يعني، بنغطشها. حق الناس والله العظيم. اين هو؟ تقول صورت في، اين هو؟ طيب اين هو؟ ارسلي علي. ها هيا هيا، الله يبارك لك. اسمعي، ابرسل لك رقم جوال ذا الحين، ها، وارسلي لي رقم حسابك حق البنك، احول لك قروش عليه. الله يبارك لك.
ايوه يلا السحب ذا الحين على بطاقة رقم 8. السحب ذا الحين على بطاقة رقم 8. يلا بسم الله جاهزين؟ يلا توكلنا على الله. وي لا 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 تحمست مرة معليش. امسحوها في 9؟ 9 صح؟ انا ادري انها 9 لكن بس ابغى اختبركم. اشوفوا تتحاوشوني بها ولا لا؟ طلعتوا ونعم ولا ندري انها 9؟ ندري. يا نالويتكم يا شيخ. الله يجعلني دفعن وصدقه. هاي. يا الحين على الطاقة رقم 9. يلا هاني لا 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 منصة الأضواء لا يا حماس يا متحمس أنت يلا هاني يا هاني أوه حق الطقم الطقم اللي اشتريته لأمي يلا نسحب منه بطاقة هاني لا تحمست نزلت على المشاهدين معلش هاني أم عبد العزيز هذه أم عبد العزيز شكلها واحدة كبيرة ما ينفع ندق عليها هذا الحين آخر والله بتعبلنا طلب بتعبلنا طلب السلام عليكم صبحك الله بالخير يا أم عبد العزيز الله يرزقك بر عبد العزيز إن شاء الله أنت في استي معنا ببطاقة بالشركة بمئة ريال وأعطيك رقم جوال الحين وارسلي لي رقم الحساب حقك حق البنك على الواتساب وإن شاء الله تصلك في أسرع وقت بإذن الله شكرا بالله كيف كيف الصوت كيف الأسلوب كيف الأسلوب تحسني إيش ها تحسني مشلح مرسميد السوداء تحسني إنسان مع شركات ما هو مال شركة واحدة شركات صح ولا لا يلا ذا الحين البطاقة هالأخيرة البطاقة الأخيرة يا أخوان يلا آخر بطاقة بطاقة رقم 10 يلا السنابات ألا يا أخي يلا يلعنك الله يلعنك إن الله يكسر ذا الأصبع معك وأنا استغفر الله العظيم برويد يا مسلم برويد هاي هاني على السنابة هذه يوم اشتري لكم فيها الطقم يلا هذه السنابات هني مبروك مبروك يا عطاوف مبروك مبروك يا عواطف الله يبارك لك فشتي معنا ببطاقة بمئة ريال أبا أحول لك رقم ذا الحينة برسل لك رقم وحولي ارسلي لي رقم يا ابوي انت ما تعرف تتكلم الله يلعنك مبروك يا عواطف الله يبارك لك فشتي معنا ببطاقة بمية ابعطيك رقم جوال وارسلي لي عليه رقم الحساب عشان احول لك قروش الله يبارك لك هاي اسمعوا قولوا لا اله الا الله باقي معنا سبيكة ذهب باقي السحب حق السبيكة الذهب ولكن باقي على الاذان 4 دقائق ابغى ها ابغى اروح معي شغله هنا ورا الجوال شغله صغيره هنا ورا الجوال لنا هذا وزيد اعود عشان ما يوذن واكلها 1-0 انتم مقعسين انتم مقعسين قدام الجوالات وهذا اللي هنا ماكلون هواء ها اعطوني 4 دقائق 5 دقائق عشان برضه اللي ما له حق يشارك يشارك هاي دخيلكم هاي وجه الله عليكم هاي دخيلكم بالله هاي اصبروا يلا يلا